شو فقت؟ ايه بس راسي تقيل. وقت قواس الجرة دخلت، بعدين نمت نومي طويلة، كله بسببي أنا. ما كان لازم اسمح لهم هيك، كتير ضغطوا عليك. كان بدي أحكي وقول لهم ليش عم تجبروه بهيك شغلة هلأ. هذا الرجال مجروح ولجأ لبابنا، ليش لا تجبروه بوحدة ياخدها؟ هلأ بتفكرها فكرتي. كنت بقول لهم تأملت وما عاد عندي أمل بقى. فاطمة، هذا مو ذنبك، هيك تضيع. الكل بده مصلحتك، عن جد صدقيني هنن بيحبوكي. ما بدي حدا يحبني، بعيدة أنا عن الناس، ما حدا عطاني ولا قدم لي أي شيء. أنا من عمري 5 سنين عم عايش حالي بحالي، شو بدي أعمل؟ لو الله قاسم لي يكون إلي شريك كان ترك لي اللي كان معي. ما في لزوم تخاف من شيء، انت نام وارتاح، ما انك مجبور تاخدني. رجع جني لأن تركت عيد. والله العرس ما بصير من دونك يا عيد. شو عم يساوي عنا بالحارة؟ استنى شوي بدي أحكي معك، لازم أقول لك شغلة قبل ما تفوت. يلا حسن أحكي بسرعة. لما غبت هالمدة صاروا يقولوا إنك هربت مشان ما تاخد جواهر. لك ما بدنا نخلص من أكل هالهوى. عيد، أبوك رح يعطي جواهر لبلال. لا ما بيعملها حسام. الزلمة مجبور يا عيد. استنى لك اسمعني شوي. يلا ناديلهم يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صاير زلزال؟ شبكي لك يا جواهر، ليش هيك عمي؟ حالك عمي دينار خالتي هاجر. لك دعوا شوفوا جواهر. شو عملتي جواهر؟ انت منيحة؟ لك الحقونا الحقونا مشان الله الحقونا عمي دينار، الحقونا خالتي هاجر مشان الله الحقينا يا خالتي، الحقونا يا ناس. جواهر على السريع يلا مشان الله. جواهر عم تشتاق حالها. جواهر جواهر شنت حالها، الحقونا يا جيران. وينك وين البنت؟ دخيل الله الحقونا. ارتاحي. جواهر بعد بعد بلال. شو عملتي لك يا بنتي؟
عمي خير، شو اللي صار؟ حاولت تموت حالها بس لحقناها. خير شوفي؟ الحمد لله لحقناها. جواهر جواهر جواهر، شو صاير يا مالتي؟ شوفي يا معلم دينار، شو صار على البنت يا حسن؟ احكي، شو صاير يا حسن؟ شو صاير؟ شو بها جواهر؟ حاولت تشنق حالها بس الحشمة مهمة. الحمد لله سطحينا هلا جوا. يلا طيب يلا يلا انشر بسرعة بسرعة، كان حاسس اني قلبي رح تعمل شي بحالها. يلا يلا يلا, يلا. شو عم تساوي هون بلال آغا؟ نقلع يا مريم. خلص خلص، فاقت البنت ورجعت للروح. نزلي لتحت. لك ما قدرت أحميها، ضاعت البنت. استغفر الله يا أخي، هاي الله أكرمنا وحمى جواهر كمان، ما فيها شيء الحمد لله.